السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى وزي ما انتم عارفين دي قناتي عيش السفر. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم. مبدئيا معلش فانا سايق يعني، فبس الطريق زحمة، فحبيت اعمل الفيديو دوت لان مش عارف اذا كان في وقت هعرف اعمله فيه ولا لأ. فللناس اللي بتزعل ان انا بعمل فيديوهات وانا سايق فمعلش يعني عديها المرة دي. طيب الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هيبقى السكن في دبي، بس السكن العائلي. كنا اتكلمنا قبل كده عن السكن في دبي بالنسبة للي هو البيد سبيس، او لو شخص واحد يعني جاي من مصر ان شاء الله، او عامة السكن في دبي يعني. دلوقتي هنتكلم عن السكن في دبي بس السكن العائلي. انت مثلا جاي معاك اسرتك، معاك مراتك، فحابب تسكن. طيب هو مبدئيا انا هتكلم عن المينيموم يعني اللي هو الارخص حاجة يعني كويسة. هتلاقي في دبي نوعين من السكن، تمام؟ في سكن سنوي وفي شهري على حسب ما انت عايز. كل حاجة ليها مميزاتها مثلا وعيوبها طبعا اكيد. طيب لو حبينا نتكلم دلوقتي عن السكن الشهري، تمام؟ انت بتأجر شهر بشهره يعني. فزي ما اقول كل ما تبعد عن دبي اكيد هيبقى ارخص، تمام؟ فعشان كده لما انا اتكلمنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ان لازم يكون معاك رخصة هنا، او بقدر الامكان حاول اول ما تيجي البلد هنا سواء كنت معاك اسرة او فرد لوحدك انك تتعلم السواقة على طول وتطلع الرخصة. الموضوع هيبقى مكلف شوية بس هترتاح بعدين في حاجات كتير منها السكن، تمام؟ فاحنا قلنا دلوقتي ان السكن بره دبي ارخص كتير من السكن في دبي، يعني السكن في الشارقة او في عجمان ارخص كتير من السكن في دبي. طيب لو ما فيش رخصة والموضوع وعايز تسكن في دبي وكده بس سكن عائلي، تمام، هتروح فين؟ طبعا هتشوف لك حاجة تأجرها. مثلا انا ما احبش ان انت تأجر مثلا في شقة شيرينج وكده، بحيث ان انت معاك اصلا الاسرة فمش افضل شيء يعني ان انت يكون معاك الاسرة وتقعد في شقة شيرينج وكده، فاكيد انت عارف حاجة زي دي يعني مش هتحبها اوي. احنا كناس عرب ما الموضوع ما معانا مش هينفع يعني. فهتعمل ايه يا معلم؟ فهتشوف مثلا استوديو. هو في ثقافتنا برضو كعرب يعني وكمصريين الاستوديو ده مش مشهور اوي، بس انا شايف ان هو يفي بالغرض 100% يعني. انت هنا في غربة فمش محتاج انت تاخد شقة اوضتين وصالة وانتوا فردين يعني، فاستوديو شايف ان هو بقى كفاية جدا يعني. طيب الاستوديو دوت هتاخده فين وبكام؟ طيب اكيد في كل مكان، في اي حاجة في دبي في تفاوت في الاسعار طبعا، بس خلينا نتكلم. انا قلت ان انا اتكلم عن الحاجة اللي هي الكويسة بس اقل شيء يعني. طيب هنتكلم هنا الموضوع، هنروح نتكلم في الاسعار. طيب انا شايف ان السعر انت عشان تاخد حاجة في دبي الى حد ما كويسة، تمام، كاستوديو يعني شهري مش اقل من 4000 دولار. في حاجات تانية ممكن تلاقيها ب3.5 وممكن تلاقيها بارقام تانية، بس الحاجة ما الى حد ما على حسب معرفتي يعني وعلى حسب ما انا سكنته كده، فانا شايف ان هو مش اقل من 4000 درهم، ممكن 3800، 4200، في الرينج ده طيب فين السكن ده ب4000 اللي هو انا شايف ان هو ارخص حاجة؟ انت لو دورت ان ارخص مناطق في دبي عامة فيها استوديوهات وكده، فزي انا شايف ان هي الخلجيت. الخلجيت اللي هي في الكوز كموقع ممتازة يعني، حتى لو انت ما معكش عربية هي في قلب دبي، فالبساط موجود فيها كل محطات الباصات. الباصات بتروح لكل مكان، في بيبقى مثلا 10 دقايق من المترو، تمام. ودي ايجارها كشهري، ايجار شهري بيبقى في حدود 4000. طب يا معلم انت برضو لو عايز تسكن في دبي وكده وعايز تسكن في نفس المكان ده بس انت عايز ايجار سنوي يعني انت عايز توفر شوية، طب هتضطر ان انت تاخد ايجار سنوي. ايجار سنوي انت بتروح الشركة هناك برضو في الخيل جيت مثلا، في عندهم في المول في اللي هي شركة الإيجار يعني، بتأجر منها لمدة سنة، عقد بيبقى سنوي، تمام. في شوية عشان تأجر في حاجات كتير لازم تعملها،
بس في الاخر هي بتوفر معاك. مثلا لو قلنا ان المبلغ اللي هتدفعه هو الرينج دلوقتي عامة في الخيل جيت مثلا من الاستوديو من 30 ل 33 الف، تمام. خلينا نقول اخدته ب 33 الف، هتدفع سيكوريتي ديبوزيت، تمام، ممكن يوصل لألف ونص. هتدفع ديوة اللي هي شركة المية والكهرباء، هتدفع برضو ديبوزيت، هيكلف معاك دوت في حدود 2000 درهم. هتضطر ان انت تفرش طبعا، لان انت بتاخد الاستوديو السنوي مبيكونش مفروش، تمام. فهتفرش برضو السكن بتاعك، هتشتري اوضة مثلا سرير بدولاب بتسريحة مثلا، وهتشتري الادوات الكهربائية. وبرضو الموضوع ده مش معضل قوي، يعني مثلا هنا ثقافة السكند هاند في دبي مشهورة جدا، يعني مثلا اي حد بيعزل او اي حد ممكن بسهولة ان انت بتلاقي حاجة كويسة جدا بس سكند هاند، تمام، مستعملة. فانت بتشتري من ده، انت حابب تشتري جديد بتشتري جديد، وحابب تشتري مستعمل فبتشتري مستعمل. فمثلا لو انت عايز تفرش استوديو مثلا، هتبقى عامل حسابك في مثلا ممكن 4000 درهم، تمام. ده لو انت 4000 درهم، يعني ان شاء الله حتى لو انت حبيت تشتري حاجات جديدة فممكن 4000 درهم يلموا لك الليلة، ممكن 3000 درهم سكند هاند يعني، تمام، على حسب ما انت عايز ايه. فانت الموضوع في الاول هيكلفك في حدود مثلا ممكن من 10 ل 12 الف عشان تخلص كل الحاجات دي، وهتدفع اول شهرين من السكن. انت لما بتروح تأجر ايجار سنوي غالبا بتدفعه على شيكات، الشيكات دي اقل معظم الشركات هنا بيبقى مثلا على ست شيكات او 4 شيكات، بس معظم الشركات يعني ما عندهاش مشكلة ان انت تدفع على 6 شيكات. 6 شيكات يعني انت بتدفع اول ما بتكتب العقد بتدفع اول شهرين. طب هتدفع اول شهرين، هتدفع الديبوزيت بتاع الديوة اللي هي شركة الكهرباء والمية، بتدفع السيكوريتي ديبوزيت، تمام، بتدفع الاوراق طبعا اللي بتخلص وكده، فده بيكلفك في حدود من 7 ل 8 الاف، زائد ان انت عايز تأجر دلوقتي فعايز تشتري حاجتك وكل حاجة، فده هيكلفك برضو في حدود 4000. احنا بنقول في حدود 12000 مثلا، يعني فوق 1000 تحت 1000 كده يعني، فانا بقول مثلا يعني في الافريج يعني، تمام. فانت كده بتتكلم في 12000 مثلا، لا 10، خلينا نقول 10000 عشان تفرش وعشان تسكن. من ضمنهم برضو ال10000 دول اول ايجار اول شهرين يعني. طيب ده هتوفر معاك يا معلم على طول هتوفر معاك 1000 درهم. يعني زي ما انا قلت لك، لو انت بتتكلم دلوقتي ان انت بتدفع لو اخدت حاجه في الخيل جيت مثلا وبتدفع لها 4000 سنوي، سوري 4000 شهري، فانت دلوقتي هتدفع 3000 بس. الايجار بتاعك هيبقى في حدود 2500، تمام، لو خدت مثلا على 33 او 32 على حسب السعر هناك، او حتى 30، هو السعر يتراوح يعني على حسب حجم الاستوديو وكده. فخلينا نقول ان انت هتدفع 2500 مثلا سكن، اللي هو 2500 للاستوديو. طيب دلوقتي انت ايه مطلوب منك تاني؟ مطلوب منك تاني انت نت، لو انت عايز تقدم على نت، فيه ممكن تقدم على نت ب200 درهم او 300 درهم في الشهر، تمام، على حسب ما انت برضو عايز. الاثنين او 200 او 300 الاثنين انليمتد يعني، فما فيش اي مشكله. انا عن نفسي ما انا معايا اللي هو ال 200 مش ال 300 يعني، تمام. بالنسبه للنت، وهتدفع فاتوره الكهرباء لما بتجي لك. فاتوره الكهرباء بالنسبه للاستوديو في الصيف، بحس ان انت طبعا مش هتفصل التكييف خالص، فممكن توصل ل 400، ده مثلا ممكن 400 420، ده الماكس بتاعها مثلا، وبتنزل اقل من كده. فانت بتتكلم 200 درهم زائد 400 مثلا، انت بتتكلم في دلوقتي في 3100 3200 الشهر بيقف معاك يعني، كسكن وككهرباء وميه ونت. في مثلا ممكن يكون انت عامل باقة على النت بتاعك على الموبايل بتاعك، فانت مش محتاج نت، فده زي الفل يعني، انت كده كده بتوفر ال 200 درهم بتوع النت. فده يا معلم كده الايجار السنوي والايجار الشهري في مثلا في دبي، فيعتبر اقل المناطق في دبي. الموضوع غالي، السكن غالي، سكن غالي يعني، ما هو دبي مشكلتها ان السكن فيها غالي فعلا، تمام. فخلصنا بره في حتة دبي. طيب في ايجار تاني السكن
ممكن تأجره بره دبي بقى. طب لو انت ما شاء الله عندك عربية او بتخلص او انت عندك القابلية ان انت تركب مواصلات مثلا، لان في برضو في من الشارقة او مع او عجمان بيبقى فيك زي كار ليفت كده او مواصلات ان انت بتروح لدبي. بس احبذ لو انت مثلا هتسكن بره دبي ومعكش عربية تبقى في الشارقة. تمام. الشارقة يعني نفس عجمان الى حد ما، عشان تخلينا نتكلم الشارقة وعجمان الاتنين اسعارهم يعتبر الى حد ما زي بعض. طيب انت دلوقتي لو حابب تاخد ايجار شهري في عجمان، طيب الايجار الشهري في عجمان بيبدأ من قول مثلا 2500 ل 3200 3300 على حسب طبعا الاستوديو الكواليتي بتاعه، على حسب الفرشة اللي فيه، وعلى حسب مكانه، وحاجات كتير كده بتحدد السعر يعني. تمام. ده بيبقى شامل، فاحنا قلنا هناك في دبي انت بيبقى شامل بيبقى 4000. تمام. هنا انت بتتكلم في بتبدأ من 2500. خلينا نتكلم في الافريج والحاجات اللي هي مثلا ممكن بداية الكويس يعني ان انت تاخده ان شاء الله. فانت بتتكلم في 2800 ل 3000. تمام. ده بيبقى شامل كل حاجة، شامل نتك، شامل فواتيرك كلها. تمام. وبرضو بيبقى ليك باركنج لو معاك عربية، فده بيبقى الى حد ما كويس شوية عن دبي، لان يعني انت بتتكلم في 1000 درهم فرق، والاستوديو بيبقى اكبر شوية ومعاك باركنج لعربيتك وحاجات كتير يعني، فده احسن من دبي شوية في حتة السعر. وبرضو بس خد بالك هي المسافة شوية يعني، انت لو معاك عربية فهتدفع بنزين اكتر، بس اكيد هتبقى موفر كتير عن دبي. حتى المعيشة في عجمان او الشارقة ارخص شوية من دبي يعني، حتى الماركتس او اي حاجة بتروح نفس الحاجة بتلاقي شوية الاسعار في عروض وفي حاجات كتير في عجمان وفي الشارقة ارخص شوية من دبي. تمام. انا عامل كده يعني، انا عامل كده، انا شغلي في دبي بس انا ساكن في عجمان. تمام. ولو موفر كده ان انا معايا عربية يعني، ف زي هقعد اقول لكل اي حد ناوي ان هو يجي يقعد اكتر من 5 سنين في دبي لازم تطلع لك رخصة. انت لو جاي دبي عايز تقعد سنة سنتين، لا ما تطلعش رخصة، انت اولى بالكام الف اللي هتدفعهم دول في الرخصة فما تطلعش. انما لو انت جاي ناوي تستقر في دبي وكده فانت لازم تطلع رخصة يا معلم، عشان هتفرق معاك كتير. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا في السكن المفروش في عجمان، السكن الشهري يعني. طب انت دلوقتي لو عايز تاخد سكن سنوي في عجمان، طيب عجمان كانت الى حد ما قبل سنتين رخيصة شوية عن دلوقتي يعني، مثلا كنت بتلاقي في استوديوهات ب16 و15، انا بتكلم عن الاستوديوهات اللي هي الكويسة. تمام. في حاجات برضو قليلة شوية، في مباني شوية قديمة وكده، فانا مش حابب اتكلم عنها. تمام. فهتكلم عن الحاجات اللي هي الكويسة شوية. تمام. انت بتتكلم في حدود 16 17 18 الف لحد 19 الف دلوقتي استوديوهات موجودة في عجمان في بداية عجمان، بحيث برضو لو انت رايح دبي عندك الشغل كل يوم الصبح وكده فما تدخلش في عجمان قوي يعني، فخليك يعني مثلا زي النعامية، منطقة النعامية في عجمان. والنعامية في النعامية في نعامية سي تاور، ده في استوديوهات كتير جدا، هو معظم اصلا استوديوهات. تمام. مثلا ممكن في 200 300 استوديو، فدايما بيبقى في حاجه متاحه فيه. تمام. الاسعار ايه الرينج بتاعه مثلا؟ ما عادش 17 خلاص، فاحنا خلينا نتكلم في 18 او 19. تمام. 18 او 19 برضو بيديك الباركنج يعني، فده الى حد ما لو هتاخده سنوي فهيفرق معاك كتير، ف هيبقى كويس يعني، مش هيبقى غالي زي الشهري. بس طبعا نفس الشيء اللي احنا قلناه في دبي، ان انت هتضطر ان انت هتاخد عقد سنوي. تمام. هتدفع الكوميشن بتاع العقد السالري بتاع العقد السنوي، هتدفع ديبوزيت سيكيورتي، حاجات كتير برضو. فانت برضو هتبقى محتاج برضو ال10000 اللي انا قلتهم في دبي. تمام. عشان تعمل العقد السنوي هتبقى انت برضو محتاجهم في عجمان، هو في حدود نفس ال10000 برضو، هتخلص ورقك وتدفع اول شهرين وتفرش السكن بتاعك. طيب بعد كل ده، تمام، بعد لما تأجر
خدته ثانوي، طب انا هستفاد ايه من الثانوي؟ طيب انت لو جيت حسبت بعد كده، انت مثلا لو هتدفع في السكن في حدود 1500، تمام، احنا بنتكلم دلوقتي على السكن الثانوي، هتدفع بس للاستوديو دوت في حدود 1500، تمام. انت كهرباء وميه مثلا ممكن يمشي معاك في حتى بالتكييف 300، تمام، والنت بتاعك برضو 200، فانت كده 2000 درهم. احنا كنا بنتكلم 3000، تمام، ده مفروش. فدلوقتي لو هتاخد ثانوي انت بتوفر بالظبط 1000، تمام، فبيبقى 2000 درهم. فده كل الفرق ما بين الايجار السنوي والايجار الشهري. عامة السنوي او الشهري سواء في دبي او في عجمان هيوفر معاك كده كده 1000 درهم. يعني انت لو حبيت اجي تاني، لو حبيت تاخد حاجة في دبي شهري، فانا بقول لك في حدود 4000 درهم، تمام. لو حبيت ده، لو حبيت بقى تاخد سنوي في دبي برضو هيبقى في حدود 3000 درهم، شامل كل حاجة طبعا، تمام. طب هروح لعجمان، لو حبيت تاخد مفروش في عجمان او شهري، فانت هتدفع كده 3000 درهم. لو حابب تاخد ثانوي في عجمان فهتدفع 2000، تمام، ده بيشمل كل حاجة. فده الفرق ما بين دبي وعجمان، تمام. اتمنى الفيديو يكون افادكم في حاجة. انا بتكلم على حسب خبرتي، يعني انا مثلا انا سكنت في دبي كتير ودلوقتي انا ساكن في عجمان، فبالظبط بقول لك ده الواقع، الواقع دلوقتي يعني. فان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم، وانصح اي حد تاني وتالت ورابع اول ما تيجي ان شاء الله دبي وناوي ان انت تستقر فيها، اول حاجة تعملها، اول حاجة تفكر تعملها ان انت ان شاء الله تطلع رخصة. وزي ما قلنا زمان، اسعار العربيات هنا رخيصة جدا مقارنة بأي مكان في العالم، حتى لو انت جاي من السعودية، لو انت جاي من اي مكان، هنا العربيات رخيصة. هنا ان شاء الله مثلا ممكن بحاجة قليلة ايا كان اللي معاك تحصل عربية، وتحصل عربية كويسة، وبعد كده ان شاء الله بتروح اي مكان. مثلا دلوقتي انت شغلك في دبي والموضوع عارفين ان السكن صعب وكده، فانت معلم على طول تطلع الشارقة او تطلع عجمان، تمام. ها شوية الطريق زي ما انت شايف دلوقتي الطريق زحمة شوية وكده، بس عادي قشطة يعني، ما هتتعود وهتستحمل الموضوع شوية، وهتلاقي الموضوع مجزي معاك في اخر الشهر مثلا، بدل ما كنت بتدفع رقم كبير فبتلاقي دلوقتي الى حد ما الرقم اقل شوية، تمام. والسكن برضو بيبقى احسن الى حد ما، يعني مثلا لو خدت استوديو او شقة او صالة في عجمان الحجم بيبقى كبير شوية، المكان عائلي، يعني مثلا عجمان معظمها عرب، الشارقة 100% عرب، تمام، فبتحس ان الموضوع شوية عائلي في عجمان والشارقة غير دبي. دبي بيبقى ميكس كل الجنسيات بتبقى فيها، الموضوع فيها بيزنس اكتر يعني. فده كل الفرق ما بين عجمان ودبي في السكن، تمام. خدوا بنصيحتي وان شاء الله مش هتندموا. وده كان رأيي الشخصي والخبرة اللي اخدتها، او مثلا التجربة اللي انا فيها دلوقتي. فده كان اسعار، او من وجهة نظري ده افضل اسعار مثلا، او افضل حاجة تعملها ان شاء الله. اول لو حابب تسكن مثلا في عجمان، او حابب تسكن في دبي، تمام. شكرا، ونشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.